وسهلا الشاعر عبد الحميد الدوحاني، احنا جدا سعيدين ان انت معانا الحين. عبد الحميد الدوحاني، متى بدات مسيرتك الشعريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد جدا بتواجدي في هذه الكليه، الكليه الاعلاميه يمكن الاولى في السلطنه ككتابه وكممارسه للشعر. يمكن بدات عندي من الطفوله، يعني من المرحله الاعداديه سابقا، يمكن في سن 12 سنة، والموهبة تطورت عندي ولازمتني إلى سنوات طويلة، يعني تطورت بشكل أكثر بعد ما يعني في المراحل الأخيرة من الثانوية، اللي هي الصفين الأخيرين، اللي هي الثاني ثانوي والثالث ثانوي سابقاً، 11 و 12، والحمد لله الأمور مشت معي. يعني هذا الكلام يمكن قبل 30 سنة. ما هي المشاركة التي لم تنساها مدى الحياة؟ هو كل مشاركة لها تضاريسها، وكل مشاركة لها طقوسها ولها أجواءها وذكرياتها، فمن الصعب أن أنا أقول هذه المشاركة يعني ما ممكن أنساها. كل معظم المشاركات أنا تظل خالدة عندي في الذاكرة. كيف جاءت فكرة الملتقى أوزان الشعري؟ والله كنا إحنا بحاجة إلى احتكاك أكثر مع الشعراء في دول مجلس التعاون، في شعراء في السلطنة أيضا بحاجة إلى الأخذ بأيديهم. الإعلام أحيانا يكون محدود ومحصور لي، ما أقول لي أشخاص معينين، ولكن القدرات والحظوظ والفرص ما تجي لكل الناس، فقلنا نفتح فرع آخر عشان يكون على الأقل كرافد لظهور الشعراء هذولا. جاءت فكرة أوزان إن إحنا نعمل الملتقى هذا ونأخذ من مجموعة من الأسماء، سواء من السلطنة أو من خارج السلطنة، كتجربة في الملتقى الأول، والحمد لله بعد ما نجحت استمرت الفكرة معنا. ما هي القصيدة التي أقرب إليك؟ كلهم راحوا. أوكي، ممكن سمعنا؟ لا ما حافظهم. ولا واحدة وحافظ؟ لا. أوكي، عطنا رسالة للشعراء المبتدئين. رسالة إلى الشعراء المبتدئين، أنه يمر بأكثر من موجه، أكثر من مرشد، أكثر من معلم، يأخذ رأي أكثر من شخص، لأن أحياناً ممكن يكون هو خطأ، والشخص اللي يرجع له ممكن يكون أيضاً خطأ، فيأخذ أكثر من شخص، بحيث أنه يأخذ عدة توجهات، يطور من نفسه من خلال القراءة والكتابة، من خلال الإطلاع، من خلال المتابعة، متابعة الساحة كامل بما تحتويه. وإذا كان شاعر فصيح يقرأ للمجالين، وإذا كان شاعر نبطي يقرأ للمجالين، حتى مجال آخر ينتقل للمجال الروايات ما يمنع، عشان ينمي ثقافته، عشان يكون شاعر ملم في النهاية.